الموضوع كله عن المرأة في ليبيا بالاختلاف، وكل واحد يحكي في قضية مختلفة، اجتماعية، تراثية، ثقافية، اقتصادية، يعني نوصل في رسائل مختلفة عن المرأة. سمينا موزيك باعتبار ان كل واحد لمسة فنية مختلفة على الاخر، في جرافيك، في بوب ارت، ديجيتال ارت، في حتى فن رسم تجريدي، في الرسومات الحكواتية، في رسم مدمج مع التقنيات الحديثة، في لي رسم بالفحم وإضافة حتى هو ديجيتال ارت، فكل وكرتون، فكل واحد عنده بصمته الخاصة به مختلفة، في اللي أضاف لها لمسات من الموروث الثقافي الليبي. في ناس قالوا لي كنا نحسب انه هو فنانات بس، انا كان في بالي انه هو يكون فنانات بس ديجيتال، بس فكرت انه اوكي لو بندير بس بنات في الديكور حيقولوا احنا حتى احنا عندنا راي بشان المراه نبغى نوصله، فقلت خلي يكون في مشاركه رجل ومراه، وهم الاثنين يعبروا على نفس الموضوع، المراه في ليبيا بحكم ان في اللي عنده اخ اخت، في اللي ام وهكذا وزوجه، فيحسوا بالمعاناه نتاعها او يدافعوا على حقها، فكان هذا نوع من الاشراك في الجانب هذا.